من شمال غزة معنا مراسل العربي إسلام بدر. إسلام، استهداف متكرر للمدارس، للأماكن التي تؤوي نازحين، وأيضا عن استشهاد إيهاب الغصين. ما تفاصيل كل ذلك ومستجدات الوضع عندك؟ نعم أمال، الاستهدافات لا تتوقف في الحقيقة. خلال ساعات قليلة ماضية تم رصد عدد من الاستهدافات التي خلفت عددا من الشهداء. على أبرز هذه الاستهدافات هو استهداف مدرسة العائلة المقدسة، مركز إيواء مدرسة العائلة المقدسة في حي النصر في مدينة غزة. بعد لحظات تبين أن المستهدف من هذا الصف هو إيهاب الغصين، وهو المسؤول الحكومي البارز في لجنة العمل الحكومي الذي نعاه المكتب الإعلامي الحكومي هنا في قطاع غزة بشكل رسمي في بيان. وطبعا قال إنه وكيل وزارة العمل الفلسطينية، وأكد هذا البيان أن استشهاد الغصين جاء مع مجموعة من أبناء الشعب الفلسطيني، وقالت إنه قائد حكومي عمل في العديد من المواقع الحكومية والوطنية المختلفة كما جاء في نص البيان. وأكدت في هذا الصدد بأن ارتقاء قيادات العمل الحكومي لن يثنيها عن أداء واجبها الوطني تجاه الشعب الفلسطيني والاستمرار في الدور الأخلاقي والمهني لخدمتهم ودعم صمودهم وثباتهم في وجه هذا العدوان الوحشي مثل أو كما جاء في نص هذا البيان. هذا الاستهداف تم تكريره مرة أخرى، بمعنى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعاد قصف هذه المدرسة بعد انتشال الشهداء الأربعة من الدفاع المدني. وطبعا كانت المدرسة مخلاة حينها ولم يتم تسجيل مزيد من الشهداء والإصابات. بطبيعة الحال هذا الاستهداف له أبعاده وسياقه السياسي المرتبط باستهداف مركز يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي لمفاصل العمل الحكومي في شمال قطاع غزة أو في قطاع غزة بشكل عام، حيث يستهدف مواقع تواجد الشرطة ومدراء الأجهزة الأمنية أو الشرطية، إضافة إلى رؤساء البلديات وفرق العمل التابعة لهذه المؤسسات التي يعتبرها جيش الاحتلال الإسرائيلي تمثل ما يسميه القدرات السلطوية لحركة حماس، ويعلن بأنه معني باستهدافها. وكما جاء أيضا في توصيف الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية لما تعنيه المرحلة الثالثة من الحرب على قطاع غزة بتهيئة الظروف لقيادة بديلة، وهذا وفق الإسرائيلي يستدعي تطهير بين قوسين طبعا المشهد من قيادات العمل الحكومي ومفاصل العمل الحكومي. وفي هذا السياق أيضا أمال يأتي استهداف لجان التأمين التابعة للجان الطوارئ في قطاع غزة والتي كان آخرها في جنوب قطاع غزة، أدى ذلك إلى استشهاد عدد من هؤلاء. إيهاب الغصين هو مسؤول حكومي بارز، قد يكون من بين أكبر ثلاثة أو أربعة مسؤولين حكوميين في الحقيقة في إطار العمل الحكومي، وله دور كان بارزا خلال هذه الحرب تحديدا. هو قبل هذه الحرب شغل منصب وزير، عفوا وكيل وزارة العمل الفلسطينية، بمعنى وزير في الحكومة، لأنه في غزة لا يوجد وزراء إنما وكلاء للوزراء. وبطبيعة الحال في هذه الحرب منذ 9 أشهر برز دوره أكثر، وكان حاضرا في مفاصل العمل الحكومي، وكان حلقة وصل بين الجهات الحكومية وأيضا المجتمع المحلي، وكان ناشطا ويتحرك بشكل حثيث في أكثر من موقع وفي أكثر من مكان. أشير أيضا لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد استهدف بيته فأدى ذلك، أو بيت أحد أقاربه، فأدى ذلك إلى استشهاد زوجته وابنته، كان ذلك قبل 1.5 شهر من الآن، أي أنه كان متعرضا لملاحقة إسرائيلية خلال الأشهر القليلة الماضية. في السياق إيهاب الغصين ليس المسؤول الحكومي الأول الذي يتم استهدافه، قبل ذلك تم استهداف عدد من رؤساء البلديات، منهم رئيس بلدية النصيرات في المحافظة الوسطى ورئيس بلدية رفح، وهناك مسؤولين أيضا حكوميين تم استهدافهم كذلك. وعلى صعيد فرق العمل التابعة للبلديات أكثر من استهداف تم لعناصر بلديات في قطاع غزة، كان آخرهم أو من آخرهم على الأقل عناصر لبلدية غزة في مستودع البلدية في مدينة غزة، أدى ذلك حينها إلى استشهاد 4 من عناصر البلدية. طبعا الاستهدافات أيضا أمال في منطقة الزيتون شهيدان قبل قليل نتيجة قصف مدفعي، وفي منطقة بيت لاهية خلف الصالة الذهبية شهيد أيضا تم انتشاله والانتقال به إلى مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة. وبالتالي نحن نتحدث إلى جانب هذا الاستهداف في
مدرسة الإيواء العائلة المقدسة، أن هناك استهدافات أخرى كثيرة، هذا عدا عن قصف مدفعي عنيف عند حي تل الهوى وحي الصبرة منذ ساعات الصباح، وكذلك الاشتباكات الحامية الوطيس في حي الشجاعية والتفاح المستمرة. شكرا على كل هذه التفاصيل إسلام بدر مراسل العربي في شمال غزة.